السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ أخباركم إيه؟ معاكم الدكتورة هنادي القط. بسم الله نبدأ. هنكمل إن شاء الله على المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت. عذرا الإضاءة ضعيفة شوية قبل ما أبتدي تسجيل، لقيت النور ضرب، فدي الإضاءة اللي قدرت أظبطها يعني، وقلت بقى أصل أنا واقفة جاهزة هسجل، فمش معقول هأجل لحد ما أظبط الإضاءة أكتر من كده. إن شاء الله الفيديو الجاي إيه؟ نعلي الإضاءة، المهم بس يكون الصوت كويس. طيب بصوا يا شباب، احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن علم المناعه وسبنا عنوانين، فاكرين العنوانين دول اللي سبناهم؟ كان اخر عنوان وقفنا عنده اللي هو كان اسمه الهيمورال اميون ريسبونس، تمام؟ كنا زعلانين ومتضايقين ازاي الجهاز المناعي، تمام، بتاعي اللي هو ابو المناعه، ان هو يقلب عليا وبدل ما يحميني لا ده بيعمل كمان اميون ريسبونس بيضرني، استجابه مناعيه فيها ضرر ليا، زي ما قلنا الالرجي اللي هو الجرافت ريجكشن، الاوتو اميون ايه، الاوتو اميون ديزيز. طيب فكنت شايفه واحد كده قاعد يقول لك ايه يعني يا اخي، من اولها كده عيوب 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 ومشاكل والكلام ده كله. فرقى واحد تاني قال له ايه يا جدع، انت ما بتبصش الا على نص الكوبايه الفاضي الفاضي. راح قال له يا عم خليك انت بص على المناعه انا بص على الفاضي. فقام سبحان الله جاله الرد سريع وقال له ايه، طب انت يا سيدي مش عاجبك ان هو اداك هارم فول اميون ريسبونس؟ قال له انا طب ايه رايك بقى لو فشل في الاستجابه اصلا؟ راح رد عليه قال له ازاي يعني ايه يفشل في الاستجابه؟ هو ايه اللي يفشل؟ بص بقى، عندك في حاجه اسمها برايمري اميونو ديفيشنس، يعني ايه؟ يعني هو في واحد ربنا خلقه كده، تمام، عنده ديفكت، تمام، في وان اور مور كومبوننت من الجهاز المناعي، يعني حاجه او اكتر من ايه، من الخلايا او الفانكشن بتاعه الجهاز المناعي، تمام. يا اما عنده خلايا ناقصه، يا اما الخلايا موجوده ما بتعملش الفانكشن بتاعتها يعني زي قلتها. فصاحبنا ده يبقى ايه؟ ده بقى زي ما قلت لك كده هيتمرجح، يعني ايه؟ الانفكشن هتمرجحه رايح جاي، ليه؟ ما فيش حاجه اصلا تتصدى له، تمام، ولو في حاجه هتكون ضعيفه. حلو، فصاحبنا ممكن اصلا فيلير اوف هوست ديفنس ميكانيزم، يفشل اصلا انه يدافع عنك، تمام. طيب يبقى الحاله الاولى ان انا اتولدت كده خلاص، امر الله، انا ربنا خلقني كده، عندي ديفكت في ايه، في كومبوننت او اكتر من ايه، من بتوع الجهاز المناعي. حلو، طيب واحد يرد عليا يقول لي ايه ده دول كده الانفكشن هتعمل معاه الغلط. ما هو مفيش بقى حاجه تتصدى لها، ولو في حاجه هتكون ضعيفه، تمام. طيب لما واحد يسمع كلمه برايمري اميونو ديفيشنسي يخطر في باله على طول ان في سكنداري، تمام، او سكندري، صح كده؟ وبرده خطر في بالك بسرعه اللي هو الهيف، الفيروس بتاع الهيف، فاكرين ده اشهر حاجه؟ طبعا دي مش حاجه الوحيده لكن دي اشهر حاجه. الشخص بيبقى مولود تمام وزي الفل، الجهاز المناعي بتاعه شغال زي الفل، والخلايا تمام وفانكشن تمام، وهوب يصاب مثلا بفيروس زي الهيف، يعمل له ايه؟ يعمل له اميونو ديفيشنسي، برضه يتكالب عليه كل كلاب السكت، تمام كده؟ كل الانفكشنز بقى حتى اللي ما كانش لها سعر تبتدي تشتغل على صاحبنا بتاع الايه؟ السكندري اميونو ايه؟ ديفيشنسي، تمام؟ يبقى لو انا كنت زعلت بسبب الهارمفول اميون ريسبونس، قام جالي الرد سريعا ان هو ممكن يفشل اصلا في الاستجابه، تمام؟ يعني ايه؟ يبقى زي اللي تقول له ابو المناعه انت فين؟ يا عم الناس الانفكشن داخله خارجه، اقول لك ايه؟ سيبني مريح يا اسطى. سيبني في حالي يا زميلي، مالكش دعوه بيا. هو ده بقى، ده اللي ينطبق عليه اللي بقول له سيبني في حالي يا زميلي. يا اما برايمري عنده مشكله ما اتولد بيها، يا اما اكتسبها نتيجه ان هو اتصاب بانفكشن معين زي اشهر حاجه الهيف، وليست الوحيده لكنها اشهر حاجه. حلو كده؟ طيب فنبقى نقول الحمد لله بقى على ان هو اداني مره هارم في الاميون ريسبونس، مش احسن ما يفشل خالص؟ طيب احنا كبني ادمين هل يا ترى لما بنعرف طريق اي حاجه بنسيبها في حالها؟ ابدا ابدا يا اخويا، ما بنعرفش طريق حاجه الا ما بنقعد نخرب فيها ونلعب فيها ونبوظها. حلو، طب الاميون سيستم سلم مننا؟ لا خالص، ما سلمش مننا. ليه بقى؟ هنخش على العنوان الثاني اللي هو بتاع manipulation of immune system، تمام. انا دلوقتي مثلا اخويا، حلو، اقرب الناس ليك اخوك، بما انك من عشرتك ليه عارف امتى تستفزه، عارف مثلا لو شلت موبايله من الشاحنه هستفزه وهيتجنن. حلو، طيب وبرده عارف ازاي هديه لو في مشكله ولا حاجه، انا عارف مداخله ومخارجه، يعني انا عارف امتى استفز اخويا وامتى ايه اهدئ من روعه شويه لو في حاجه. حلو، فاحنا استخدمنا نفس النقاط ونفس النظام ده مع الجهاز المناعي. الله، واحد يقول لك ايه؟ طب انت تستفز الجهاز المناعي ليه اصلا؟ ما تسيبيه في حاله. والله بص انا بستفزه افاده،
تمام، هي مانيبيوليشن يعني يعني تلاعب تحسين، بتلعب معاه تمام كده، اللي هو استفزك او اهديك، استفزك او اهديك، فهمني؟ طيب استفزه ليه؟ واحد يقول لك ايه، لا ما تقولش بقى، ده كلنا عارفين المثال ده. هو الفاكسينيشن دي عباره عن ايه؟ او الاميونيزيشن، الفاكسينيشن عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بشوف مثلا في اورجانيزم معين، حلو، لو انا اتصبت بيه بيجيب لي بصل، اروح جايب الاورجانيزم ده اخد انتيجين منه، تمام، او مجموعه انتيجين، او الاورجانيزم نفسه كله على بعضه اموته، او اعمل له انكتيفيتد، او اعمله اتنويتد اروده، تمام، وبعدين اروح اقنق بيه. الله، انت بتدخلي لي الحاجه اللي شبه الباثوجين؟ ايوه. ليه؟ عشان ادربك عليها. عارفين الناس اللي هم بيلعبوا اللي هو ان هو ينشن على الحاجه دي، مش فاكر اسم الرياضه، مش بيجيبوا له كده بصوره خشب عليها شخص كده ويحددوا له الحاجات الاماكن اللي يضرب فيها، تمام كده؟ طب هم جايبين له ده ليه؟ عشان بيدربوه على الصوره الحقيقيه. اصل البني ادم الحقيقي بقى كده برضه، اضرب هنا اضرب هنا اضرب هنا وهكذا. فانا لما بديك انت تمام الانتيجين او الاورجانيزم ككل ميت او انكتيفيتد او اتنويتد، بدرب جسمك على انه يعرف يتعامل مع الباثوجين ده والاورجانيزم ده لما يخش لك بعد كده، تمام؟ يبقى انا اديته ايه؟ صوره، شفت ده يا صاحبي؟ اول ما تشوفه بعد كده اديله العلقه التمام، قوم جسمك يكون مناعه، تمام؟ هو انا دخلت لك حاجه مش باثوجين، حاجه مش مضره، لا ده حاجه حرم لسه ما فيهاش ضرر، ده انا خدت انتيجين او حاجه او موت الباثوجين، يعني شلت الحاجه اللي بتسبب المرض، تمام؟ ورحت دخلتها لك، مش انك اتعرفت عليه، قوم لما جه بقى المايكرو اورجانيزم الحقيقي بقى اللي هو الزبون الصح بقى، قوم الجهاز المناعي بتاعك طلع وايه؟ واداله، ليه؟ لان كان عنده خلفيه قبل كده، انا اديتها له في حاجه اسمها فاكسينيشن، تمام؟ طعمتك، اديتك اللقاح، تمام؟ طيب ادي اول حاجه انا عملتها في الجهاز المناعي في المانيبيوليشن، ابتديت استفزه بس لصالحي انا، تمام؟ عشان ما يجيليش الديزيز، حلو. طب لحد كده وماشي. طب السؤال الثاني بقى ايه هو؟ طب انت بتهدي ليه؟ طب انت قلت استفزتي وماله؟ ادينا عرفنا ان احنا بنستفزه عشان حاجه فاكسينيشن، حاجه هتفيدنا احنا، حلو. طب انت بتهدي ليه بقى؟ فاكرين يا شباب الترانسبلانتيشن اللي هو عمليات الزرع والكلام ده كله، مش كان اكتر حاجه بتقرقنا الى الان اللي هي الجرافت ريجكشن، اللي هو الرفض، ان انت بقى تحط العضو وهوب تلاقي الجسم بقى ايه، شمر وداخل هوب بوظ 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 وعمل لك ايه، دامج للايه، للاورجن اللي انت عملته، حلو كده. طيب قال لك ايه؟ قال لك طب ما تيجي الناس اللي احنا بنعمل لهم ترانسبلانتيشن دول، ما تيجي نهدي الجهاز المناعي شويه، نعمل له اميون سبريشن، تمام؟ يقول له اهدى يا باب، اكوهام، اهدى يا حبيبي، احنا بقى لنا كام سنه بندور على حد متبرع، ما تجيش تزهقنا انت وحتبه. نقوم ندي حاجات تهبط الجهاز المناعي شويه، ما تخلوش يشتغل بالكفاءه المطلوبه، ليه؟ لحد بس ما الجسم ياخد شويه على العضو، يعني ما يترفضش مثلا من اولها، نقعد مثلا على الاقل 5 6 7 سنين وبعد كده يا عم بعمل اللي انت عايزه، تمام كده؟ فانا قدرت استفزه لصالحي وقدرت اهديه برضه لصالحي، تمام؟ عندك بقى في الكتاب مكتوب لك الدريم، الدريم دي من زمان قوي، يعني من طبعه بتاعت 2000 ومش عارفه وكام، وهو كاتب لك عليه دريم، حلو، ولسه ما اتحققش لحد دلوقتي. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بيقول لك انتيجين سبيسيفيك اميونو سبريشن، تمام؟ هو قصده ايه؟ قصده بص، انا عندي ادي محمد، فين محمد؟ محمد اهو، وعندي محمود، مالهم بقى محمد ومحمود؟ انا عايز اخد من محمد ده انتيجينز، حلو، واحقنها في محمود. واحد يقول لك ايه العب كده، استنى بس اسمع، انا لو خدت الانتيجين بتاعت محمد وحقنتها في الواد محمود هيحصل ايه؟ او انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل لمرحله التولرانس. يعني ايه تولرانس؟ يعني محمود ده يشوف الانتيجين بتاع محمد ويقول لك الله، ده ايه ده؟ ده الانتيجين دي بتاعتي؟ ايه ده، انت عايزه تغفليه يعني؟ يعني انت الحلم ان انت عايزه تغفلي الجهاز المناعي؟ طب بالمعنى العلمي بقى ان انا عايزه اعمل له تولرنس، اخلي محمود يوتيلريت. يعني ايه توليريت؟ يعني ان هو يتغاضى عن الانتيجين بتاع محمد، يعني اعتبرها كانها منه، يقول له ايه؟ سيبها يا عم دي تبعنا. واحد يرد عليه يقول له طب هتستفاد ايه؟ هستفاد ان انا اقدر اخد اي اورجان من محمد وازرعه في محمود وانا مطمنه، ويبقى عندي زيرو جرافت ريجكشن. ايه ده؟ ازاي؟ هو انا يا ابني مش خدت من محمد الانتيجين وعودت الولد ده عليه محمود؟ يعني خلاص محمود اعتبر ان الانتيجين بتاعت محمد ان هي بتاعته؟ واحد قال لك ايه؟ خلاص، طب وانا كانت كل مشكلتي
ان انا لما باجي ازرع عضو الشخص ده بيعتبر ان الانتيجين دي غريبه فيبتدي يهاجمها، صح؟ فلما انا بقى عودت صاحبنا ده على الانتيجين بتاع محمد، بس صاحبنا ده قال لك امين، انقل بقى يا عم زي ما انت عايز. واحد يقول لك ايه، الله ما الفكره سهله وجميله ولذيذه اهو، ما تنفذه بقى. حلو، بس احنا مش عارفين بقى احنا هنحقن الولد ده ازاي. اه فكره. طب هنديله الدوز قد ايه؟ ابتدت تصعب علينا. طب هنقعده فتره قد ايه نفضل نديله في الانتيجين ده لحد ما الواد محمود يعمل تورنس، لحد ما يتعود عليه. اه ابتدت تديك قوي يا خال، صح كده؟ طيب يبقى هو حلم احنا عايزين نحققه، بس احنا مش عارفين ازاي نظبط النقاط دي عشان نوصل لافضل نتيجه. تمام كده؟ طيب يبقى ادي الانتيجين سبيسيفيك اميونو ايه سبريشن. واحنا لو وصلنا للمرحله دي ان انا خدت من ده انتيجين واديتها لده وده عرف يعمل تولرانس ليها، يبقى انا على استعداد انقل اعضاء من اي حد لاي حد، لمجرد ان انا اخليه يعمل تولرانس اعتياد على الانتيجين بتاع اللي قدامه. تمام، وانقله بقى كليه، يعني انقله مش عارفه ايه، هنعيش بقى. تمام، وهنلعب بالاعضاء لعب. حلو كده. طيب ادي الدريم. تمام، هتسامحونا بقى احنا هنفضل نشوف الكاميرا كذا مره، لان طبعا الجو يوحي ان في حاجات كتير هتفرقع، فعشان الكهرباء والكلام ده فنراجع. طيب احنا ماشيين تمام. بصوا بقى يا شباب، كده خلصنا العنوانين دول. انا هخش بقى هبتدي بدايه مختلفه شويه. يعني انا ابتديت معاك في الكتاب على الاوفر فيو اوف اميون سيستم، حلو حلو امين. هخش بقى على الكومبوننت بتاع الاميون سيستم. واحد يقول لك ايه الست الغريبه دي، ما هو برده الكتاب موجود فيه نفس الترتيب. اه انا هاخد العنوان ككل كده، لكن انا هفسره بمزاجي انا. ازاي؟ انا عندي الكومبوننت بتاعت الاميون سيستم، اول حاجه فيها اللي هي السيلز اوف اميون سيستم. حلو كده. طيب انت هتتناولي اني سيلز؟ انا هتناول السيلز بتاعت الانيت اميونيتي. الانيت اشمعنى؟ اصل هو يبقى منتهى الاسفاف ان انا اضيع وقت في ان انا احكي لك واقول لك دلوقتي اصل التي فيها كذا والبي فيها كذا. لا، انا التي دي موضوع هاخد فيه محاضرات والبي هكذا. تمام، فانا دلوقتي كل اللي يشغلني ان انا ادرس لك اللي هو السيلز بتاعه الانيت اميونيتي. هنمسك كل سيل فيهم بالتفصيل، ما لها وما عليها. حلو كده. حلو، بدايه قولي لي بقى، هو السيلز بتاعه الاميون سيستم اسمها ايه؟ واحد يقول لي يا عم اسمها ليوكوسايت، والتاني يقول لي يا عم اسمها وايت بلاد سيلز. طيب انتوا الاثنين تمام. واحد يقول لك احنا عارفين. طيب هي ليه سموها ليوكوسايت؟ ليوكو يعني كالرلس، وسايت يعني خليه، يعني الخلايا عدمت اللون. حلو كده. الله، اما هي عدمت اللون سموها وايت ليه؟ العب كده. بص بقى، هم سموها كالرلس لان انت ما بتعرفش تشوفها لما بتصبغها، عشان تلونها تصبغها. حلو، طب اما جت منين وايت؟ وايت بقى بلاد سيلز دي ليها شقين. تمام، اللي عايز تقتنع بيه اقتنع بالاثنين، صح؟ حلو، والاثنين اراء. الراي الاولاني بيقول لك ان احنا لما بنجيب السيلز دي وبنعمل لها باكج توجذر، يعني لما بتتجمع مع بعضيها تمام كده، بتدي لون الابيض، فسموها وايت بلاد سيلز. لكن البيولوجيست قالوا غير كده، قالوا لك بص بقى احنا لما شفنا الاريثروسايت حمراء تمام وفيها هيموجلوبين، لقينا دي ما فيهاش هيموجلوبين ومش حمراء، فسميناها بيضاء. تمام، فلما تشوف كلمه ليوكوسايت تمام كده اهي، ليوكوسايت او وايت بلاد سيلز، تعرف ان ليوكو يعني كالرلس. تمام، الله، طب ماشي ماشي كالرلس، لكن وايت زي ما قلنا يا اما البيولوجيست سموها عشان هي مش ريد وما فيهاش هيموجلوبين، فيقول لك ده مش حمراء يبقى بيضاء، ده مش احمد يبقى ايه؟ الحاج احمد. تمام، والتانيين قالوا لك لا، ده احنا لما بيحصل لها باكج بتتجمع مع بعضيها باكج توجذر تمام او باكج توجذر، قال لك ان هي بتظهر وايت. في كلتا الحالات احنا فهمنا سبب الايه؟ التسميه. طيب هي جايه منين اصلا؟ واحد يقول لك ايه ده؟ احنا لا دخلنا في الهيماتولوجي، لا ده احنا هنقول طقطوقه بس كده في الهيماتولوجي عشان الناس تبقى ماشيه معايا. انا عندي في ستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعيه. واحد يقول لك ايه اسيت الخلايا الجذعيه كتير، انت قصدك على اني؟ انا قصدي على الهيماتو بيوتيك ستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعيه اللي مسؤوله عن فورميشن والبرودكشن اول بلاد سيلز. وانا مالي ومال بلاد سيلز؟ اما ليوكوسايت دي ايه يا صاحبي؟ ما هي بلاد سيلز، وايت بلاد سيلز. حلو كده. حلو، طيب
الهيماتوبويوتيك ستيم سيلز دي ذكيه قوي. تقول لك ايه؟ لما جينا دورنا عليها طبعا الخلايا بيحصل لها فورميشن في البون مارو، تمام؟ طيب اللي هو نخاع العظم او العظام، حلو يا شباب. طيب تيجي الهيماتوبيوتيك ستيم سيلز تقول لك ايه؟ بص يا صديق، انا عددي بالنسبه للخلايا اللي في البون مارو 1 لـ 10,000، 1 لـ 10,000 اه، يعني كانها 0.01%، يعني 1 من 100%، تمام؟ حلو. فتقول لك طب لما انا بقى اطلع لك خلايا الدم البيضاء، وكل مره انت تاخد خلايا الدم بصفه عامه يعني، وكل مره انت تاخدهم بقى بيحصل لهم ماتيوريشن وديفرنشيشن، ما انت تيجي بعد فتره مش هتلاقيني انا. قلت اه والله صح، تصدق فكره. اما ليه الست دي بتعمل ايه؟ بتقول لك بقى ايه، زي عم بخ كده واللمبي، انت واحده وانا واحده. ايوه بالظبط كده، انت واحده وانا واحده. تقول لك ايه؟ بص يا سيدي اهو، تقول لك بص اهي ادي الهيماتوريتك ستيمسل، تقول لك خد يا عم واحده اعمل لها ديفرنشيشن وطلعها زي ما انت عايز، وبالله عليك الله يبارك لك رجع لي واحده تاني تبقى ستيمسل يا راجل. اه يعني تطلع خلايا يحصل لها ديفرنشيشن، بس تقول لك شرطي ترجع لي واحده تعمل رينيو، يعني تتجدد وتبقى ستيمسل، وبكده تحافظ على نفسها من ان هي تفنى، تمام؟ او نصبح صبح ما نلاقيش ستيم سيلز، تمام؟ مش اي ستيم سيل، اي ايه؟ هيماتوبيوتيك، تمام؟ ستيم سيل. حلو؟ يبقى تقول لك انت واحده وانا واحده، واحده ليك وواحده ليا، تمام؟ تطلع واحده تحصل ديفرنشيشن بقى، تحصل لها تعمل ماتوريشن نضوج ديفرنشيشن، تتميز. يعني ايه تتميز؟ يعني تكتسب ريسبتورز مستقبلات على السطح بتاعها تخليها متميزه عن غيرها، تمام؟ كلنا بيحصل لنا نضوج في مرحله الثانويه، تمام كده؟ لكن بيحصل لنا ديفرنشيشن او ديفرنشيت في مرحله الجامعه، انت الدكتور، انت المهندس، انت المدرس، انت وهكذا، حصل لنا ديفرنشيشن، تمايزنا عن بعض، تمام؟ فالنضوج حاجه والايه؟ والديفرنشيشن حاجه. ديفرنشيشن يعني حصل ايه؟ اكتسبت ريسبتورز على السطح بتاعتي، تمام كده؟ وخرجت بقيت زي الفل، تمام؟ بقيت ايه؟ بقيت الخليه بتاعتي اللي انت ايه؟ اللي انت عايزها، حلو كده؟ طيب انا عندي الخلايا اللي بيحصل لها ديفرنشيشن دي، يا تمشي في اتجاه الميلويد يا تمشي في اتجاه الليمفوما. سهله؟ سهله. طيب لو مشيت في اتجاه الميلويد هتديني ايه؟ تديني الجرانيولوسايت والمونو او الماكروفيش. طب هما الجرانيولوسايت دول مين؟ انا جمعهم في كلمه ابن، ابن اه ابن، اللي هي بنقول عليها بن، صح؟ احنا المصريين اللي بنقول ابن، لكن في البلد الثانيه بيقول لك ايه؟ محمد بن عبد الله، تمام؟ بن ايه البن دي بقى؟ البيزوفيل، الايزينوفيل، النيوتروفيل، تمام؟ تاني دي اللي هي الجرانيولوسايت، تمام؟ اسمها هم ثلاثه، البيزوفيل، الزينوفيل، نيوتروفيل، تمام؟ حلو. اللي هي الابن بن، حلو كده. طيب هما ليه سموها جرانيولوسايت؟ ايه السؤال العبيط ده؟ جرانيولوسايت عشان فيها جرانيولز. ايوه يعني انت عايز تفهميني ان دي اجرانيولوسايت، يعني دي ما فيهاش جرانيولز. واحد يقول لك ايه؟ آه انا مالي، مش هما اللي قالوا؟ لا، احنا بنتكلم هنا على نوعيه معينه من الجرانيولز، كلهم كل الخلايا فيها حاجه اسمها البرايمري جرانيولز، تمام كده؟ اللي هم اسمهم ازوروفيل، خدتوها في الهيستولوجي، اللي هم بتوع اللايسوسوم بقى والهيدروليتيك انزيم. اصل هي لما تطلع ما فيهاش الجرانيولز دي، امال هتقتل بايه؟ ها؟ هتمسك بقسماطه وتقتل بيها؟ لا، امال انا قسمت بناء على ايه؟ جرانيولوسايت واجرانيولوسايت على السبيسيفيك جرانيولز اللي هي السكنداري جرانيولز دي بقى. في منهم عندهم اللي هي الجرانيولوسايت عندهم الازوروفيل والسبيسيفيك جرانيولز، لكن دي لا، عندها الازوروفيل بس اللي هم البرايمري اللي هم الاساسي. بما اني قلت لك عليهم برايمري يبقى دول اساسيين، الف به جرانيولز اصلا، تمام؟ طيب يبقى هنا تاني الجرانيولز او الجرانيولوسايت اللي هم ابن او بن، تمام كده؟ اللي هي بيزوفيل، ازينوفيل، نيتروفيل، حلو كده يا شباب. طيب هو احنا قلنا جرانيولوسايت واجرانيولوسايت بناء على ايه؟ على البرايمري جرانيولز ولا السكنداري؟ لا، بناء على السكنداري ايه جرانيولز، لكن كلهم فيهم البرايمري جرانيولز، حلو كده يا شباب. حلو.
طيب والمونوسايت والماكروفيج حلو كده. طب بالنسبة بقى للنفوسايت مين هم؟ اللي هم بنت. ايه ده بنت؟ بنت زي ما انت سامع كده بنت. بنت اهو. ما اذا كان ده ابن يبقى دي بنت. ازاي بقى؟ البي سيل الناتشورال كيلر سيل التي سيل. تمام؟ ليه انا اختصرتهم لكم كده؟ لان في ناس كتير للاسف بتتلخبط فيهم، يعني تقول لها الجرانيولوسايت تقول لك عادي بيتنسوا، فلما تعرف ان الجرانيولوسايت ابن تعرف ان الليمفوسايت بنت. البي ليمفوسايت الناتشورال كيل سيلز التي ليمفوسايت، ادي اللي هو الايه؟ الجرانيولوسايت المونوسايت او الماكروفيج والايه؟ والليمفوسايت. حلو كده؟ طيب اطمن على الكاميرا. تمام يا شباب. بصوا بقى تعالوا نخش على المونوسايت والماكروفيج. اشمعنى؟ واحد يقول لك ايه؟ يعني انت حطلنا الجرانيولوسايت توقعنا ان انت هتبتدي بيهم. بالاخص يعني معلش يعني احنا ما درسناش مناعه قوي، بس عارفين يعني ان نيتروفيل تمام كده ان هي بيج بوس يعني وحاجه قويه واكتر عدد في من التوتال ليوكوسايت والكلام ده. طب انت ليه بتبتديها بالمونوسايت والماكروفيج؟ طب انا هحكي لك وانت تأيد اذا كنت انا صح ولا غلط ونتفق. بص بقى هي ليه اسمها مونوسايت شرطه ماكروفيش او داش كده؟ هي دي حاجه ودي حاجه، لا هما الاثنين واحد بس اختلاف الاماكن. حلو. طيب اتسمت ليه مونوسايت؟ لانها مونو نيوكليار سيل تمام احاديه النواه. حلو. النيوكليس بتاعتها بيقول لك كدني شيل تمام لارج كبيره. حلو قوي. تيجي يا سيدي المونوسايت دي، خد بالك المونوسايت دي طالعه من الميلويد تمام، طالعه من ايه؟ من الميلويد. حلو. طيب طالعه اللي هي ميلويد ستيم سيل مونوبلاست مونوسايت ماكروفيش. حلو. حلو. تطلع المونوسايت دي اللي هي اسمها انيسه مونا. مالها الانيسه مونا بقى؟ الانيسه مونا دي تطلع تقول لك ايه؟ تقول لك صباح الخير لي يا اخويا. تقول لها صباح الخير يا حبيبتي، عايزه ايه؟ تقول لك بص بقى انا عايشه بحريتي كده، لا عيل ولا تايل ولا جواز ولا ليله ولا قرف. بس للاسف الناس ما تسيبهاش في حال. تقول لها يا بنتي الجواز استقرار ومش المهم يقنعوا البنت ويميلوا دماغها. تقعد 72 ساعه تلف في البلاط وبعد كده تروح ايه؟ تروح داخله على الايه؟ التيشو. طيب الانسه منى لما دخلت التيشو دخلت عش الزوجيه، فضلت الانسه منى؟ لا بقت مدام منى، بقت ماكروفيش. حلو. طيب زيها زي بقيه الستات انسه منى، يتعمر في بيتها تمام كده وتعمل اسره، يا تعمل زي اللي بنشوفهم اليومين دول يتنططوا كام شهر وهم بتتطلق تمام. يبقى الماء مونوسايت دخلت بقت ماكروفيج، يا تقعد في التيشو شهور يا تقعد ايه؟ سنين. حلو. يبقى تاني الانسه منى لفت في البلاط 72 ساعه تمام، محدش سابها في حالها، دخلت بقت مدام منى، دخلت عشت الزوجيه، انقسمت لنصفين، يا ست ما عمرتش في بيتها واتطلقت، يا ست كملت وصبرت. حلو. ادي اهو بقت اسمها ايه؟ هنا قعدت في التيشو شهور، هنا قعدت ايه؟ سنين في قرابيس التيشو اللي هو جوزها. حلو كده؟ حلو. السؤال اللي بيجي في بالك دلوقتي، هي ليه سموها ماكروفيش؟ سؤال والله، يعني ما كانوا سموها مونوسايت برضه؟ ده ايه الرخامه دي؟ بص بقى هي مرت بسيريال اوف تشينج، مرت بعدد من التغيرات اللي هي ايه؟ نفس المثال اللي بقول لك عليه، الانسه منى قبل ما تتجوز كانت الله اكبر عود فرنساوي، وكانت بقى كعب ومش عارفه ايه، وكانت حاجه مزه يعني من الاخر. بعد ما اتجوزت يكتفيك الشر. ايه اللي حصل لها؟ السيل انلارجت، كبرت ده الله اكبر، ده في عيال هنا وعيال هنا وحاجات غريبه كده بعد ما اتجوزت تمام. يبقى اول تشينج حصل فيها اللي هي السيل ايه؟ السيل انلارجت تمام كده، الخلايا كبرت. طب وبعدين كبرت بس؟ لا ده ايه بقى؟ ده الانتراسيلر اورجانيلز زادت بس وبقت معقده. كل ما تقعد معاها تقول لك يا ريتني ما اتجوزت، منو اللي كان السبب؟ مش عارفه ايه تمام. وهي قبل ما تتجوز كانت هتموت تمام وتلبس الفستان ده. حلو كده؟ البنات ما بيعجبوش حاجه. يبقى اول حاجه السيل حصل لها انلارجد كبرت. تاني حاجه الانتراسيلر اورجانيلز ها زادت في العدد، وبعدين وبقت كومبلكسيستي اكثر تعقيدا، بقت معقده.
وبعدين بس يا اخويا بقى ما اقولكش بقت تقدر تبلع اي حد. الراجل حتى يعدي تبقى بص بتطلع ديله من بقها. يعني ايه؟ يعني قدرتها على الفاجو سيتك زادت، تمام، انكريز الفاجو سيتك ابيليتي، تقدر ان هي تبلع فاجو سيتك، يعني البلعمه ان هي تبلع، تمام كده، تهضم تاخده جوه بقى كده تهضمه وتبلعه وتخلص، ايه وتخلص منه. قدرتها على البلع زاد بعد ما كانت رقيقه وما بنسمعش صوتها، حسها بقى كده اللي بيكلمها بتبلعه، تمام كده. السيل انلارجد، الانتروسيلولر اورجانيز انكريز وبقت كومبلكسيتي، تمام. وبعد كده تالت حاجه ان هي قدرتها على اللي هو الفاجوسيتيك ابيليتي انكريز زادت. وبعدين بس بقى يا اخويا ابتدت بقى تعيط بقى وتنهنق ومن هنا ومن هنا، بدات ايه تعمل ايه انكريز ان هي سيكريت ايه سولوبل في ايه فاكتور زي مثلا السيتوكينز والكيموكينز والحاجات الحلوه دي اللي احنا هنعرفها بعدين. بعد التغيرات دي انا فهمت دلوقتي هم ليه بيسموها مونوسايت وبعد كده حولوها لماكروفاج. ليه اديسا منى اتحولت لمدام منى؟ بس كده؟ لا مش بس ده، اتضح ان مدام منى الماكروفاج ما بقولهاش مدام منى على طول، امال لا ده انا ممكن اقولها خالت ام محمد، خالت ام شعبان، ايه ده ازاي الكلام ده؟ اه والله الماكروفاج لما دخلت الليفر سموها كوبفر سيل، والله إيه؟ ولما دخلت اللنج سموها الفيلر سيل. يعني دي ام محمد، دي ام مصطفى، دي ام مش عارفه مين، دي ام مين، صح كده؟ ايه ده احنا ابتدينا نسميها على حسب الاناتوميكال لوكيشن اللي هي فيه. يبقى هي كانت مونو، تمام، انسه مدلعه بقت ماكرو، تمام، اتجوزت خلاص وقنشرت، حصل فيها سيريال وفتشينج ووصلت لمرحله ان هي بقت ماكروفاج، ابتدينا ننسبها بقى لعيالها ام فلان وام فلان. في الليفر كوفرسيل، في اللنج الفيولر، في الكونكتيف تيشو هيستيوسايت، تمام كده، في البون اوستيوكلاست. شايف كل حته بقى ليها اسم؟ ايوه هم دول الماكروفاج بس سميناهم على حسب الحته اللي هي فيها. يعني ما تستغربش لما اقول لك ان الماكروفاج اللي في الكونكتيف تيشو اسمها هيستيوسايت، لا هي دي، تمام، بس احنا سميناها بناء على الاسم اللي هي فيه، خلاص بقى انتسبت للمكان اللي هي فيه. حلو كده، حلو، فهمنا ايه اللي حصل، تمام. تمام، بيقول لك بقى ايه؟ ان الماكروفاج ار سنتينلز. يعني ايه سنتينلز؟ سنتينلز يعني حراس، حراس. هنا بقى هتفهم انا ليه ابتديت لك بالمونوسايت ماكروفاج. حلو، انا دلوقتي مثلا كانفكشن دخلت التيشو، اللي لقيتها في وشي مين؟ ها، لقيت الماكروفاج. لو دخلت عن طريق السكين ده خد بالك ده الماكروفاج موجوده بلو اول اريا اوف ذا بادي، بلو سيرفيس اوف اول اريا اوف ذا بادي، تحت جل كل سيرفيس بتاع جسمك، تمام. فدي اول حاجه هتستقبل الايه؟ الانفكشن او الاورجانيزم اللي دخل. حلو، ان زي ما بقول لك كده فكانت في اللنج الالفيولا وفي الانتستاين، تمام، وفي تحت وفي كونكتيف تيشو وفي 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 وفي. انت قصدك بقى ان هي الحارس اللي انا حطاه على العماره من بره؟ الله ينور عليك. انا مش هقول عماره بقى، لا انا مش في عماره، ده انا في حرب وعندي كتائب، تمام، جوه هنا وعندي حراس هنا. الكتائب دي هي السيلز اللي انا هستدعيها بعد كده. طب والحراس، هو انا ينفع اخش اضرب في الكتائب بتاعت الجيش من غير ما اضرب الحراس؟ ليه؟ ما دول شاربين ايه؟ شاربين نسكافيه؟ لا، ده انا لازم اخرب دول الاول عشان اقدر اخش جوه، صح؟ فعشان كده انا ابتديت لك بالمونوسايت ماكروفيش. ليه؟ لان ده بيتها الماكروفيش قاعده في التيشوز، قاعده تحت السطح بتاع كل المنطقه بتاع جسمك، فهي اللي هتستقبل الخبر الاولاني. حلو كده؟ وبناء عليه خلصتنا منه؟ خير وبركه، ما خلصتناش. هتبتدي تستدعي الخلايا اللي زيها بتاع الانيه، ما قدرناش نستدعي الاكوير. يعني الماكروفيش دي البطل بتاعنا طول الحرب معايا في مكان الحرب، ما بتسيبنيش، بالعكس ده تاكتف اكتر، وبنسميها محطة اعادة الوقود للخلايا التانية اللي موجودة وهنعرف بعد شوية. حلو، طيب يبقى ليه هنا الماكروفيج انا سميتها سنتنلز اللي هم الحراس؟ لان هي فعلا اللي بتحرس لي التيشوز، تمام، وهي اول من يتقبل الصدمه والايه والمفاجاه. حلو، عشان كده انا ابتديت لك دي عشان احسسك ان الامور ماشيه بترتيب طبيعي، مش اللي هو يلا هنجري نقول كلمتين ونمشي، لا، تمام. انا عايزك تستمتع بعلم المناعه زي ما انا مستمتعه وانا بشرح لك. طيب،
طيب راح تقول لي احنا لا مستمتعين ولا لنا خلصي خلينا نفلس. طب بص ادي كده عرفنا ان هي سنتنا واقفه بتحمي تمام يا سيدي تمام. جه الانفكشن حلو، اول فانكشن في الماكروفاج ان هي لو شافت الانفكشن تعمل له فاجوسايتوزيس تمام كده ان هي تبلعه. سامعه واحد كده ذكي مركز يقول لك اه. ابتدت الدكتوره عنادي بقى تكلمنا زي ما الدكاتره بتوعنا يكلمونا نطمن، زي ما الدكاتره بتوعنا بيكلمونا. ليه يا اخويا؟ قلت لك ايه يا غالي؟ انت قلت لي اهو خدتيني من ان هي حارس وقلت لي ايه فاجوسايتوزيس. هي برافو. طب وهي اتعرفت اصلا على الباثوجين ازاي؟ ها؟ وهي عرفت منين انه باثوجين؟ اه صح. هو ايه ده؟ انت جاي تقولي لي فاجوسايتوزيس اه صح. جاي تقولي لي ان هي بلعته كده هوبا كده على طول. ده انت اختصرتي خطوات كتيره قوي ولا انت مش عارفاها؟ طب تعالى نشوف كده هو ايه اللي حصل؟ بص بقى الباثوجين او الاورجانيزم يخش يقول للماكروفيش find me and eat me. كلامك مش منطقي. ازاي يعني الباثوجين يخش يقول للخليه انا اهو تعالي لي كليني؟ اه بص بقى يا سيدي نحكي القصه من اولها. الانفكشن دخل حلو كده، عرفت منين الماكروفيش ان هو انفكشن؟ واحد يقول لك هي اصلا قاعده ومستعده على طول. لا، مين اللي قال لك كده؟ لا يا بابا، انت عندك الماكروفيش بتبقى في حالات اللي هي اي ام ريستنج، يعني ما تقرفونيش انا قاعده بمزاجي تمام. بتعمل ايه بقى وهي اي ام ريستنج كده؟ تفضل طول اليوم تلف وتقول لك ايه احب الم الزباله قوي. ايه ده؟ اه والله بيسموها جاربج كوليكتور، يعني بتجمع الجاربج. انت متخيل ان ممكن اللي بيحصل ان مليون خلايا في الدقيقه في الثانيه بتموت؟ طب مين اللي هيلم لنا الدبرس دي؟ مين اللي هيلم لنا القرف ده؟ هي الغلبانه دي الماكروفيج. هوب تروح شايله كده الشنطه احب الم الزباله وتقعد تلم الزباله. نيجي بقى نكلمها تقول لك ايش ده انا زهقان وقرفان، العيال قرفني طول النهار الم من هنا ومن هنا. يا ستي ده انت مرتاح؟ تقول لك لا ابدا ابدا، لازم انزل واحقق ذاتي ابدا وابقى سترونج اندبندنت وومن. طب يا اختي ماشي، مش عاجبك الجاربج كوليكتور؟ تقول لك هو ده مقامي برضه؟ ده انا الدكتوره زعفران الزعفران. انت بتتكلم ازاي؟ لا ده انا لازم انزل واحط بصمتي على المجتمع تمام كده؟ طيب ايه بقى يا ستي بصمتك اللي هتحطيها على المجتمع؟ احقق ذاتي وذوات الاخرين. حلو؟ طيب اللي هم مش عارفين اصلا هو ايه الكلام ده. صاحبتك الماكروفيج تزعل، تزعل ان هي بتعمل كوليكت للكاربج، واحنا نقول لها يا ستي تمام، تقول لك والله انا حياتي بريتي بورنج، انا ملانه جدا جدا. حلو؟ نقول لها طيب يلا انزلي وتفعصي في المجتمع. حلو؟ ايه اللي يحصل؟ تروح نازله بقى اول ما تشوف الانفكشن هوب تجي لها حاجه بقى تمام؟ بتوع بقى الفيمينيست والكلام ده كله بقى ايه يشجعوها وينفخوا فيها من بعيد، يلا يلا يا بطل ها؟ وتروح ايه صاحبتك بعد ما كانت ريستنج وبتجمع الجاربج تمام كده اللي هم الدبرس والحاجات دي كلها، بس تبتدي يحصلها تقول لك ايه تنزل وتواجه. اول ما تواجه تقول لك اي ام انويد، انا منزعجه. آه مش ده كان كلامنا من الاول؟ ما انت متصانه. لا يا اختي طب انزلي بقى تسيحني. حلو؟ طيب اي ام انويد تبتدي تحس ان في مشكله. ازاي؟ عندك الاورجانيزم هنا بقى هنخش على عنوان اسمه باترن ريكوجنيشن ريسبتور. ايه باترن ريكوجنيشن ريسبتور؟ بص بقى يا صديقي، احنا لما درسنا الريسبتورز بتاع البي والتي قلنا هي جميل وحلو وحاجه كده بص بروفيشنال والسبيسيفيتي فيها عاليه جدا جدا جدا. طب جينا ندرس بقى الخلايا بتاعت الانيت اميونيتي لقينا فيها ريسبتور كده بسم الله الرحمن الرحيم تشبه او بتحاكي او بتقلد الريسبتور بتاعت البي والتي. قال لك ايه؟ حلو اه بس حاجه كده اقتصادي على قدينا، انا بهدلت الدنيا صح كده؟ مش مشكله بقى اهو احنا هنا كده اقتصادي، حاجه ايه؟ حاجه على قدينا كده. يعني ايه اقتصادي؟ يعني مش بروفيشنال زي البي والتي، لا
ده بيقول لك باترن بتحاكي بتشبه على شاكله الريسبتور بتاع البيوتي. قلنا طب وماله؟ حلو، يعني هي دي اللي بتتعرف بيها الماكروفاج على الباثوجين. لا ده مش الماكروفاج بس، اوعى تفهمني غلط، لا ده كمان بقيت خلايا النات الدندريتك سيل نيتروفيل كل الحاجات دي. بس انا واخده لك الماكروفاج كمثال لان انا مبتديه فيها، كل خليه هقول لك فيها حاجه جديده عن اللي قبليها. حلو، فانا اخترت الباترن ريكوجنيشن ريسبتور اقولهم في المحاضره دي، تمام كده. طيب يجي الاورجانيزم ترد عليها تقول لي ايه؟ طب هي عرفت منين؟ عندها حاجات، تمام كده، او ليجند روابط. عندك دلوقتي زي الجرام نيجاتيف بكتيريا، مالها الجرام نيجاتيف؟ بتطلع لي حاجه عندها، او عندها حاجه اسمها الاوتر ممبرين اللي هو اللايبوبوليساكرايد، تمام كده. اللايبوبوليساكرايد ده اول ما يطلع حد يجي البروتينات تروح شايلاه هنا بيله، بص 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 زي ما بقول لك كده، وتجري بيه على الماكروفيش، تمام، تدور على الليجند الرابط بتاعه وهوب يروحوا ماسكين في بعض. عرفت ازاي الماكروفاج بيتعرف على حاجه؟ اوعى تخلي حد يقول لك ده بتعمل فاجوسيتوسيس ويسيبك. ايوه، حتى لو شرحت لك الفاجوسيتوسيس هي عملت كده ازاي، يبقى دلوقتي البكتيريا بتاعتك دخلت طلعت منها اللايبوبوليساكرايد اللي هو الاوتر ممبرين بتاعها، في بروتينات شالته اللايبوبوليساكرايد ودته لحد الماكروفاج، تمام، وابتدى يرتبط بقى بالباترن ريكوجنيشن ريسبتورز. هو اللي انا بقوله ال بي اس ده اسمه ايه؟ انت قصدك يعني المولكيولز اللي هي بكتيريال برودكت او فايرال برودكت او بارازايت برودكت، هي لها اسم، بنسميهم البي اي ام بي، الباثوجين اسوشيتد مولكيولر باترن. يعني ايه؟ يعني الباترن، الاشكال اللي بيتم انتاجها من خلال الانفيدر اللي داخل، اللي هو الايه، العدو اللي داخل، الاورجانيزم اللي داخل. حلو كده، يبتدي ده تتعرف عليه اللي هو الباترن ريكوجنيشن ريسبتور. حلو، يتخيل لعقلك ولو للحظات ان الريسبتورز دي موجوده جوه بس، لا ده في منها فيكسد في البلازما ممبرين من بره، وفي منها بيبقى جوه جوه. طب يعني انا اعرف ان مثلا البكتيريا زي ال بي اس اللي احنا قلنا عليه، او مثلا اللايبوتوكويك اسيد، حلو كده، يشيلوه ويودوه ويروح ماسك في الليجند بتاع اللي هو الباترن ريكوجنيشن ريسبتور ده، تمام، وخلاص كده وتعرفت عليه. الله، طب لو حصل ان في باثوجين جديد، حلو كده، واحنا مش لاقيين له بي ار ار اللي هو باترن ريكوجنيشن ريسبتور، مش موجود له، هل كده هيعدي كده؟ لا، ده انا عندي حاجه ثانيه، بص بقى اسمها دي اي ام بي، بدل باثوجين دامج اسوشيتد دامج اسوشيتد مولكيولر ايه باترن. يحصل يطلع الحاجات دي امتى؟ لما يحصل سيل ديس او دامج. ازاي بقى؟ يعني لو دخل مثلا فيروس، حلو كده، الماكروفاج هضمته وكسرته، طلع النيوكليك اسيد بتاعه، تمام، النيوكليك اسيد بتاعه ده هو ده اللي اسمه الدي اي ام بي، تمام، يبتدي يلاقي ليه ريسبتورز جوه يستقبلوه ويدوا اشاره للخليه، الحقي ده في مشكله عدى منك بره بس احنا قاعدين له جوه. طيب انت ليه بتقولي لي ان هي حاجه ايكونوميكال، حاجه اقتصاديه مش بروفيشنال زي البي والتي، تمام كده؟ ليه هي مش بروفيشنال؟ لان انا زي ما بقول لك كده، انا بقول لك ان هي بتتعرف على ال بي اس، هو في جرام نيجاتيف ما فيهاش ال بي اس؟ ايه انت بتفكر في ايه؟ لا طبعا، ده اوتر ممبرين. طب لما اقول لك بتتعرف على اللايبو توكويك اسيد اللي هو الفايبرز اللي موجوده في الجرام بوزيتيف من بره، هو في جرام بوزيتيف مش موجود فيها؟ لا، فخد بالك البي بي ار او البي ار ار اللي هو الباترن ريكوجنيشن ريسبتور فيها حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان هم بيتعرفوا على بيتعرفوا على حاجه جنرال كاركترستكس، يعني صفه او حاجه عامه عند البكتيريا، تمام، لا يمكن الاستغناء عنها. تاني حاجه ايه؟ ان هم بيقدروا يتعرفوا على عدد كبير من الحاجات، تمام كده، يعني مثلا ايه، تتعرف على ال بي اس
كل الجرام نيجاتيف في الاس اللايف بتوكوكاس كل الجرام بوزيتيف فيها كده. الفيروس سنجل ستراند ار ان اي اتعرفوا عليه، الدبل ستراند ار ان اي حلو. طيب كده فهمنا، فهمنا واحد سمع واحد بيقول لي ايه. طب خدي بالك بقى في حته هنا بقى كده انت مش واخده بالك ايه. طب ما البكتيريا بتعمل ميوتيشن على طول، ده البكتيريا والفيروس عفاريت اسكتي ما اديكيش، شكلك انت ايه مش دارساه. ايوه عارفه ان هم بيعملوا ميوتيشن. طب بالله عليك هو انا عشان خاطر انت ما تعرفش عليا اقطع رقبتي؟ يعني هو انا هو انت فاكر ان انا ممكن اقدر العب في الاوتر ميمبرين بتاعي؟ لا ده انت بقى غلبان، ده انا كده اضيع نفسي. شفتوا الذكاء؟ شفتوا الحكمه بتاع ربنا؟ ربنا حاطط لك ريسبتور تتعرف على حاجات من رابع المستحيلات ان البكتيريا تقدر تلعب فيها. يعني هتغير الاوتر ميمبرين بتاعها عشان ما تعرفش عليا اقطع رقبتي اعمل حاجه؟ لا طبعا ما تتعرف عليا صح؟ طيب يبقى عشان كده، عشان لو حد جه في باله ويقول له ويقول البكتيريا بتعمل ميوتيشن، لا هقول لك ان هي بتتعرف على حاجات من الصعب يكاد يكون من المستحيل ان البكتيريا تعمل فيها ميوتيشن، لانها ممكن البكتيريا لو عملت في ميوتيشن في الحاجات المهمه دي تموت نفسها. تمام كده؟ طيب اشهر حاجه في اللي هو او يعتبره الكي بتاع الباترن ريكوجنيشن ريسبتور حاجه اسمها تول لايك ريسبتور. ونتوقف هنا عند الكلمه دي. ايه موضوع تول ده؟ كل ما نيجي نتكلم انا كده تول رايك ريسبتور، هو يعني ايه تول؟ يقول لك يا جدع تول في ايه مالك؟ ما تطولش بقى. بص بقى تول دي بالانجليزي يعني واو، ما استفدتش حاجه صح؟ بص بقى الناس بتوع الجينيتكس علم الوراثه، في حشره ذبابه فاكهه فروت فلايز اسمها دروسيفلا. تمام؟ مالها الدروسيفلا دي؟ بيستخدموها في الجينيتك ريسيرش. اشمعنى؟ لانها اولا لارج كروموسوم فيها متنوعه وفيها تغيرات كتيره، وبص بقى عايز اقول لك بتتكاثر على نفسها رابيد ريت اوف ريبرودكشن، فبتساعدهم في الشغل بتاعهم. حلو؟ فمن اهميتها ابتدوا يدرسوا كل حاجه فيها، ولقوا عندها جين اسمه تول جين. تول جين ماله التول جين ده بقى؟ لقوا بيطلع حاجات اسمها تول بروتين. حلو؟ وانا مالي؟ لقينا بقى ان التول بروتين دي بتستخدم كانتي ميكروبيال في الاميونيتي في الدروسيفلا. والله فلما جينا درسنا الباترن ريكوجنيشن ريسبتور دول لقينا الوظيفه والاستراكشر يشبهوا التول بروتين بتاعه الدروسيفلا، فقلنا الريسبتور اللي تشبه التول بروتين بتاعه اللي هي الدروسيفلا. تمام كده؟ عرفت تول دي جايه منين؟ اوعى تخلي كلمه تعدي عليك كده وانت مش عارفها. يبقى تول لايك ريسبتورز، ريسبتورز تشبه التولز بروتين اللي موجوده في الدروسيفلا اللي هي ذبابه الفاكهه اللي بنستخدمها في الجينيتك ريسيرش. حلو؟ حلو. في منهم بتاع 11 نوع. اقول لك مثلا يعني عشان ما اكونش ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ماشي. هنقول مثلا ان التي التي ال ار 2 مثلا، ماله بقى التي ال ار 2؟ عندك مثلا 2 و4، الاثنين ده بيتعرف على اللايبوبوليساكرايد، اول ما يشوفه كده يوصلوا ويروح ماسكين في بعض. حلو؟ حلو. عندك الاربعه مثلا يروح متعرف على او الاثنين اللايبوتوكوميك اسيد، عشان بس ايه اقول لك معلومه مظبوطه. مش مشكلة الباترن ريكوجنيشن احنا كنا حاطينها هنا، سامعني بس يا شباب. عيد الباترن ريكوجنيشن، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ادي بص يا سيدي، قلنا لك ان هي التي ال ار 2، التي ال ار 2 دي عشان يكون الكلام صح بتتعرف على اللايبوتوكويك اسيد. طب والتي ال ار 4 بتتعرف على البكتيريا ال بي اس اللي هو اللايبوبوليساكرايد. طيب ولو قلنا التي ال ار 3 بتتعرف على الدبل ستراند والسنجل ستراند بتاع الفيرال. الحاجات الجنرال دي بالظبط كده. طيب خلاص عرفت التول لايك ريسبتور جايه منين وبتعمل ايه وبتتعرف على حاجات ان جنرال وحاجات مستحيل البكتيريا او الفيروس يقدروا يغيروها او يتلاعبوا فيها. طيب تمام حلو. طب وبيعملوا ايه بعد كده؟ لما بيحصل انجيجمنت، لما بيحصل ان خلاص البي اي ام بي مسكت في التول لايك ريسبتور، يحصل ايه بقى؟ يبتدي من هنا يحصل اللي هو ندي سيجنالينج، انتروسيلولار سيجنالينج.
اشاره، ندي اشارات تمام كده متشابهه لكنها مش متماثله. بمعنى يعني بدي اشارات متشابهه عشان يطلع لنتائج مختلفه، والا لو اديت اشارات متماثله ايدنتيكال هيطلع لي نفس الناتج. طب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اعمل سيلولر اكتيفيشن، عايز اكتيف الخليه، وعايزه اعمل جين ترانسكريبشن، وعايزه اعمل جين اكسبريشن. كل ده تحصل الاشارات دي لما البي اي ام بي او الدي ام بي يمسكوا في اللي هو الباترن ريكوجنيشن ريسبتور او التول لايك ريسبتور، يبتدي يحصل تغيرات في الخليه. تبتدي تلاقي بقى الخليه تبتدي مثلا لو الماكروفيش طلع البرو انفلاماتري التيومر نيكروزيس فاكتور، وما ادراك ما اهميه التيومر نيكروزيس فاكتور، تمام كده. تبتدي تطلع سايتوكينز، تبتدي تطلع سايتوكينز عشان تنادي الخلايا الثانيه، تمام كده، وعشان تعرف الجهاز المناعي والخلايا اللي حواليه ان احنا عندنا مشكله. وكمان ساعات بتطلع سايتوكينز عشان تحمس نفسها اكتر، يعني تطلع سايتوكينز يشتغل على خلايا اخرى، واحيانا يشتغل على نفس الخليه اللي طلع منها. هنا لما اجي اقول لك ان هي بتعمل فاجوسايتوزيس، انت فهمت من اول ما الباثوجين دخل لحد ما البروتينات شالته وودته للباترن ريكوجنيشن ريسبتورز، وحصل انجيجمنت ومسكوا في بعض، وابتدى لما مسكوا في بعض يدوا اشارات داخل الخليه، ابتدت الخليه تطلع سايتوكينز وكيميكالز تستدعي باقي الخلايا، تمام كده، او تقدر تساعدها وتعمل لها مور اكتيفيشن على ان هي تقدر تقتل لحالها. يا سلام. نكمل ونشوف ان هي تقدر يا شباب تقتل لايه؟ تقتل لحالها يا راجل. طب حلو. طب انا كده عرفت الفاجوسايتوزيس، عرفت من زي ما بيقولوا كده جبت الزتونه. طب انا دلوقتي كماكروفيش، مال انا كماكروفيش بعد ما بلعتها وداخله بقى بص بعضلات اوعى بقى هنالي الجامده داخله وهبوظ الدنيا، ما قدرتش. كانت الانفكتيف دوس كبير، الكميه اللي دخلت على الاورجانيزم ما قدرتش عليها. طب اعمل ايه؟ تمام، استدعي السيتوكينز اللي انا طلعتها دي، هتعمل لي ريكروت للخلايا. اول خليه هجندها واحشدها النيوتروفيل، تمام، ودي هتبقى محور حلقتنا المره الجايه او محاضرتنا المره الجايه. حلو. طيب احنا الخلايا بتاعت الجهاز المناعي، شايفه واحد دلوقتي بيقول لك ايه، الله احنا كتير اهو يا ريس بقى، وماكروفاج ونيوتروفيل، ويعني بص هنكسر الدنيا. اما ايه لازمته بقى الاكوايرد؟ الاكوايرد ايه لازمته؟ واحد رد عليه قال له يا عم مالوش لازمه، حاطينه في المنهج علينا وخلاص وقرفنا بيه. طيب حلو، هرد عليك على طول دلوقتي. انا جيت انا والشله اللي معايا ما قدرناش على الاورجانيزم، انا والنيوتروفيل جلاله قدرها والافلام اللي حوالينا ما قدرناش، هنعمل ايه؟ هنستسلم؟ لا، هنستدعي الاكوايرد ومساعدها الماكروفيج تقلب من فاجوسيتك سيل لانتيجين بريزنتنج سيل. يعني ايه انتيجين بريزنتنج سيل؟ يعني انا بعد ما خدت الباثوجين جوايا وعملت فيها سبع رجاله وهكسر الدنيا لوحدي، سيبوني بقى ولا اي حاجه، ما قدرتش الا اقتل شويه. حلو، ومخدت الشويه اللي انا قتلتهم دول، تمام، مش قتلتهم قتل كامل، هضمتهم وطلعت الحته الانتيجينك اللي فيهم وحطيتها على السطح بتاعي، تمام كده. وبعدين بس بقى وهتك يا صوت، ما اقولكش بقى، وقعدت اصوت ولم الحقوني يا جدعان الحقوني، ده انا ست وحدانيه، ده انا مش عارفه ايه. هم يعني ايه؟ يعني انا بعرض الانتيجين لكل الخلايا، بص كده اهو، اتفرجوا الحقوا، ده انا جوايا باثوجين يا جدعان. طب يا ست خلاص، والله جوايا باثوجين. طب يا ست خلاص هنجيلك، والله ابدا ما اسكت الا لما تقول. حلو كده، تجمع الخلايا، تجيب الاكوايرد. واحد يقول لك ايه، خلاص كده وظيفتها خلصت، يعني خلاص بقى جابت الخلايا تريح بقى. ازاي؟ لا، خد بالك، لو هي انتيجين بريزنتنج سيل بعد ما حشدت الخلايا ريحت، الخلايا هتعمل هتريح زيها، هتخش في حاله ريستينج او باي اوف نيجلكت. ايه ده ازاي؟ مش انا قلت لك في الاول الماكروفيج ده الجندي اللي معايا من اول الحرب لاخرها ما بيسيبنيش؟ اصلا هتعرف ان في واحده بتسيبني، في واحده تيجي كده تاخد صورتين وتمشي، وتناديلي ناس، بس سابتني.
لكن معايا هنا جندي مغوار شجاع ما يسيبنيش من اول المعركه الاخيره. الله، مش انا قلت لك محطه اعاده الوقود؟ ايوه، لما تيجي التي سيل لو الماكروفيش بطلت التي سيل هتبطل وتريح. امال تقدر تعمل ريستيميليشن، ري فيولينج ستيشن، محطه اعاده الوقود. ده انا موجوده معاك اهو، وتتاكتف وتشتغل وتسكوتش لما الدنيا تخلص. شفت اهميه الماكروفيش وشفت تحولها بناء على السيجنال اللي بتاخدها. خدت سيجنال ان هي تبلع، بلعت ما قدرتش، تحولت السيجنال انها بقت انتيجين بريزنتنج سيل، تعرض الانتيجين بتاعها على السطح اللي هي دخلته وهضمته جوه. طب انا عملت له بارشال ايه دايجيشن، مش كامل، لو كامل بقى اتخلصت منه. وناديت للاكواير، جم الاكواير دي بقى وهي ساعدتهم، يلا يا رجاله انا معاكم، انا باكتف، يلا يا شباب تحميل. زي القائد كده، زي قائد المعركه، لو القائد انسحب انت خسرت. ادي القائد. شفت اهميه الماكروفيش؟ حلو كده، حلو. طيب من ضمن الحاجات اللي بتعملها ان هي سكريشن كيميكالز، انا لسه كنت حاكي فيها. حلو. طب في حاجه بيقول لك دايركت سايتوتوكسيستم، دي اخر حاجه معانا. يعني ايه؟ يعني تقول لك خد بالك انا ممكن ما اقدرش ابلعك، بس هشرحك ازاي. بتقول لك انا لو ما قدرتش اعمل الحاجه فاجوسايتوز عشان كبيره هرش عليها توكسينز وهقتلها مباشره بدون اي حاجه، زي خليه كده اسمها تي سايتوتوكسيستي، انا اخدها بعدين، بس طبعا مش بروفيشنال زي تي سايتوتوكسيستي. لكن من كل اللي انا حكيته لك اقدر استنبط انا شخصيا، انا شخصيا انا بقول ان الماكروفيش، نسيت اقول لك طبعا ان هي من 3-8% من ايه التوتال ليكوسايت. تمام، اقول لك ان الماكروفيش دي بمثابه الجندي المجهول او الجندي المغوار اللي يستمر من اول المعركه لحد ما نحط العلم، لحد ما ننتصر وناخد اراضينا ونكسب. يبقى الماكروفيش حكينا عنها، حكينا على الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز ونتسابنا تول لايك اللي هو اشهرهم. تمام، والفانكشن فصصناها واحده واحده. اتمنى اكون ما طولتش عليكم، ولو طولت مش مشكله براحتي، المهم ان انتوا تفهموا. وكده خلصنا، نتقابل في المحاضره الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.